مقطع اليوم راح يكون تحدي، كل واحد الحالة، وعلى كل سعرة حرارية تخسرها تساوي ريال واحد. والمركز الأول راح ياخذ مبلغ سعراته اللي حرقها. لا تنسى الاشتراك واستمتع بالمقطع. الحين الفقرة الأولى، عندنا ساعة ونص في النادي، كل واحد يسوي اللي يبغى، كارديو، عضلات، حديد، اللي تبغى. حبيبي أنت ما تدري إنك جاي في ملعبي، عندي البيج بوس أبو ربيعة بيدربني في النادي. يا أخوان محمد ود أنت مرة 3 أيام بس، ها 3 أيام وش خلنا؟ سماعة وطقم. اقرا شو مكتوب هنا. شو مكتوب؟ رياضي. انا رياضي. خلاص اسمعوا، انا اتحدى اودن يا اخوان بالمقطع هذا انه يحرق سعرات اكثر مني. واذا حرقت الله يوفقك. بس لا 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 انا بتحدى. هو هناك قال وشو انفس لك 1600. نعم خلف. لا 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 انت تتحدى. خلف التسجيل قال لي 1600 ريال. انا ايوه اللي قايل. لا ما تخمس لك قدام الكاميرا قاعد تشوف. طب الحين ايه؟ كلنا لازم نبدا سوا. ميكس كاردي 1 2 3. يلا بدينا. يلا امشي حبيبي. وين ما تروح انا ناشف فيك. هاي يا اخي انت متحداني، ليش تقلدني؟ اي تمرين بتسويه انا بسوي زيه. بهدرت في رؤيتي الرياضيه. يا حبيبي ممكن الوزن عالي، والله الوزن عالي تفوت علي. يلا تعال. يلا روح. يلا روح. والله ابو ربيع اعطاني التمرين الاول. بالله ايه اللي بتسوي بسوي زيك. بروح لابو ربيع انا اما عم تروح ابو ربيع. ما يبراح ليش؟ حلو نطلع عند ربيعة. ليش؟ بضربنا. ايش دخلني فيك؟ انا ابغى افوز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا فواز كذا حقين النادي. ايش اللي وراك هذا؟ واضح انه اول مره يسلم امس. لا تكفى. ايش هذا؟ ما تقول له تكفى. ب 2009. وشو؟ 2099؟ شنو؟ وش شكلك هو؟ والله انت مجنون. بس يا اخي تعرف رياضه وكذا. بربيعه اسمع بربيعه اسمع عشان اوضح لك. شخبارك حبيبي؟ بخير. كيف الامور؟ شوف هذا الشيء بيسوي، اي شيء بيسوي اودن انا بسوي زيه. ابغى اصعب تمارين تعطيني اياها. اتحدى اسوي تمثيل. ها اتحدى اسوي تمثيل. اسوي تمثيل الحين. هو اتحدى اسوي. انت بتسوي غصب مو كيف، لكن هو اتحدى. طيب اي شيء بيسوي اودن بسوي زيه. ليش؟ اوكي اسعد هذا رايح كامل جاي كامل مرتين. اوكي وش اركض ولا امشي ولا لا ما تركض تمثيل. ايزي بدون اوزان؟ بدون اوزان نفسك. ايزي ايزي ايزي. ايوه مو هنا هناك يا ابني. هناك 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 هناك. وشو تمثيل هذا؟ سهل والله. وشو؟ ما عليك تعال. يلا بسم الله. اول شيء تقول كذا ها. اقطع بالتمرين السهل يا ابوي. لبكره بقعد اسوي زي كذا. لا تستعجل. ليه؟ يعني اريح لك. لين نهايه النادي ونرجع ترى. اي طيب. انزل زين عشان تحرق. حبيبي قاعد انزل. يا شيخ قاعد اسفك، حتى قاعد اسفك يا عمري. يدلي بالله سجل معي في النادي. عمي شوف. قال ايش قال بربيعة؟ اما درج ما في صير. خش كم حيلك. الحين 18. ابغى اشوف الدرج كم حيحرق لي. الحين 18. المفروض كل درجة بسعرها ولا؟ السلام يا سلام. الله. 22. حلو ما في احد. احا نبضي 120 يعني مستحيل. رجولي انا بروح درجة. كم نبضي؟ نبضي 126. الله 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 الله. 126 نبضي. 115. كم انت؟ 136. انا ارتفع 100 برجع الدرج. يمكن عشان كذا قاعدين تحرقون اكثر. كم حركت انت؟ الحين 27 انا. 26. وش بخسر انا؟ الله يقرا حقك المكسيك صغير جايبني واحد ساعة وجهه رخيصة. العب درج؟ ايه هذا بيموت تو جاي ما سخن بيروح درج. انا بروح سير. لا بدكم التوفيق تتدرب انتوية. لولو بيعور الفخوذ من البداية. لا الفخوذ بعض الركب. تدري ما عوي سواك استخدمته؟ ترى والله بيهدك من البداية والله. كيف؟ كان في النهاية ابغى افوز. كيفك يعني؟ ها؟ كالوريز؟ ها؟ بس بيحرق حرق. طيب شلون اشغل امه ذا؟ اسمع شلون يشتغل؟ احس 770 كويس. خلاص ببدا. طيب ايش هذا؟ ايش السير هذا؟ ما يشتغل شلون اشتغل؟ ايش السير هذا؟ كذاب؟ اشتغلت انت. بس وش ذا؟ في هواء. كيف؟ والله في دعسه هنا. واو واو تعبت يا هطف. اي والله تعبت يا هطف. لا تسوي فيها. تعبت يا هطف. ايجابي اني اتعب على فكره. تتعب نبضات قلب اقوى. سعرات اكثر. مبدئيا احرك 50 وانت 54 يا هطف. والله تمارينك سهله يا ودي بشكل. يعني بكره تجي معي النادي؟ ها؟ ها؟ بكره معي. ايش خوذي شدت. قايل لك لا تتعجل. انا اسف. عادل ابغاك بتسوي نظر الملاية. يا ربي
وصلت يا الله. هي حركت ثلاث سعرات هنا، كم حركت انا؟ كم انا؟ يا ابوي توني ما وصلت 19 والله انكم تلعبون علي الله يقرع المكسيكي. 46 والله العظيم ما تحسب. كم حركت ابو عمر؟ واحد. لا اقصد بالساعة. 54. يخرب بيته. يا عيال. غش غش. يا رب طيب. غش. والله. كرسي عنده سريع. توني وصل 20. طب اسمع انا بسرع، انا لازم اتحداه والله. تبيها كذا انت طيب؟ تبيها تحدي؟ خلاص 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 خلاص. ساتر يا ساتر. اسرع. يا ساتر يا ساتر. يا ساتر يا ساتر. يا زبال. تيجي الدرج غصب عنك انت. احمر 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 بنص. انت بتطير بس. شلون ينقص له؟ يا زبالة. الاحمر الاحمر. يا زبالة. وين الاحمر؟ هذا وين فيه ذا؟ بيوت الاحمر هذا بنص هذا بنص بنص. سيكم سيكم سيكم. لا لا بوقف كذا يا زبالة. لا لا حبة حبة يهديك يهديك. يهديك يا عمر. والله بخوذي شدت. بس ايه؟ والله فزت عليك. وصلت اول. حبيبي انت قاعد اضحك. يا اخي والله تعال. هذا الحين وش تسخين وتمرين هذا وش؟ هذا بداية. الحلو اللي بعده. لازم تسوي مرة ثانية. مرتين. ليه مرتين؟ خلصت؟ والله رحت رايح جاي والله. ايه بس ينزل بطنه بس ويبقى. لا لا والله والله ها. لا انزل 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 ما اقدر انزل اكثر من كذا. لا لازم تنزل انت في تحدي صح انزل. ايه ورني. حس حس حس. انزل وين انزل اكثر ما ينزل ما ينزل ما يبقى هذا مو بيع ما يطلع. لا 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 بس اقول لك صح اشوف انك لسه كذابت النادي عدل. يلا يلا ركبتي تسقع بالارض. يلا هي يلا يلا راح 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 اشوف. يا فوز بيموت حبيبي. 12 12 تو. لا تسرع لا تسرع لا تسرع. والله لا عدي يا مشخص يا مشخص. يا عيال مو تحديات تموتون. اخي نمر الركضة عندي اصابه انا. صح انت يا حمار عضلتك يا حمار. كويس احسن في اصابه ان شاء الله تطيب بعد المقطع. صح والله عندي اصابه ولا تخسي. تخسي انت وياه. اقسم بالله عندي اصابه. هي اوريك كم حركت كم حركت كم حركت بالساعه. اوه كم؟ شوف رجله شوف. اوه هذه واحده ثانيه تمزق. وش ذا تمزق؟ وين استنى وقف 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 وقف. والله هي ترى تمزق. وقف وقف يطلع من عضله. وقف يا اخي ما يصير الشيخ وقف. اوه والله عشان صحتك. اوه عشان صحتك يا اخي. والله هي تحتاج علاج. كم حركت بالساعه يا ابو عمر؟ مقدخ. كم؟ اوه يا تعبتي يا ربي. صادق والله مره ثانيه؟ اي والله. ليه؟ اشرب اشرب مويه. والله اشرب مويه نصيحه. غصيت غصيت غصيت. يلا يلا بسم الله. نظامك اسرع. يا اخي اضبط التمرين عشان لا تصاب. والله نصيحه خلي السباق بعدين. فكر وراك رجعه ترى. خميه والله تمرينك فكك ذا. اقسم بالله ضحكتني يا اخي. والله فكك خلني اشيل هذا. بعطيه دقيقه كامله على تسعه وبوقف. والله صعب. تلقاهم حارقين 30. للي كم حارق يا للي؟ بموت. كم كم؟ ما ادري. كم الساعة؟ ايش هموه؟ لا يا شيخ والاحمر ذا اللي ضارب. حبة حبة المفروض مو كذا. فواز فواز كم؟ على طول امرجنسي. حبة حبة يا اخي اسمه امرجنسي. 103 اجل هذا. كم انت كم؟ 120 كم؟ 120 28 تمام كويس. 120 ها؟ 120 هذا ما يسمع ولا يشوف. ما ادري عنه. اصبر والله ما تصير اسرع مني. يلا يلا جين روح روح. انت خاف تصدمني ولا اروح قبلك؟ لا انت روح قبلي. طيب وش اقسم بالله نفسي اسويها انا بالضبط. لا تحلف يا اخي بطيء انت. خلاص كارديو ما عاد اقدر. اللي سمعت طالع من الشهر خلصت ابو ربيعه. انت 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 كلمك كلمك انت كلمك انت انت ها؟ اكيد مو قاعد العب. قاعد اسوي كارديو. في كارديو؟ ايه كارديو بعد التمرين يا وحش. ما في كارديو قبل التمرين. تصرف اما ولا تبي تدفن. اوه وش وش والله ما اعرف. والله ما تعرف؟ والله ما اعرف. ما تعرف؟ اجرب. شو بتجرب؟ تعال انت ايه مو بالتحدي فيه يسوون اي شيء يسبونه؟ ايه تعال لا يسوي اي شيء بالتحدي صح؟ اي شيء. هو اسود واحد احسن بالعالم. كلمك. لا اكلمك انت. انا على الاقل هذا يقدر يمثل. يوم شو رغم الحجم الزفت اللي قاعد اشوفه يقدر يمثل. شوف شوف عطني 10 عطني 10 يلا عطني 7 دقائق ولا 6 ونص خلاص خلاص. يلا ما اجلس ما اقعد. وش مو 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 بنزول يا ابو ربيع. ليش مرتفع من فوق يا اخي؟ مبدئيا بما انه مبدئيا ليه؟ حبه حبه. 3 4 سوي زي حركه روبي. حط ركبك على الارض. حط ركبك على الارض. هذه ايوه يلا انزل الحين.
هذا مسجد. سجود. ليه تسجد؟ يلا. اصبر اصبر. يا وين يا وين يا ما يتحركوا. يا الله. كيف سووا هذا؟ اقسم بالله والله بس بالله ما يبي احسنهم والله انك احسنهم لا والله حرام عليك يا خشي لا والله عنده بوتنشل بس لازم يجي يومين ينزل 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 بشوف انزلي والله لو جبتها 10 يمين لا مستحيل بجيب واحده واحده بس اسمع اسمع تجيبها 10 اشتراك الان هاوس من عنده يلا يلا طب عادي احط لك كب عرض احط لك كب عرض يلا واحد والله خطير الرجل هذا مبين اثنين ما قلت والله نشيل لا لا خطير الرجل هذا حلو أربعة حلو خمسة حلو ستة حلو سبعة لا لا مخدر هذا والله فاز هذا انت قاعد تحسب انت ولا اي والله قاعد احسب هذا بوشب اي بوشب عادي عادي ممتع يا اخي انت فك بالحجم ترى انا نبدا حبة عشرة تدريجي لا حلو صح عليك والله صح عليك يا تعال انزل شوف 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 شلون اثنين ثلاثة أربعة السلام عليك ما قاعد ينزل ما قاعد ينزل كامل سبعة تتجلى بالتريج تسعة ومار ومار والله العظيم وحش هذا يا مبيع الإنسان قاعد يطبق القوانين صح والله وش رايك يا بوش والله اجواك وش رايك 175 نفضي عادي وشو ويمكن يموت لا لا بتموت يلا روح ورني ونزل تعال بوشب انت ما اعرف انا مدرب صح يا ساتر بعمر رقف يا اخي لا تصير صوتك يا اخي يا اخي بعيد حقت الاطفال هناك كم حركت انا كم انت كم انت 158 كم كم انت ما تصير اسرع مني والله 161 القى مي هطف كم انت اكتف ولا توتال تحسب الاكتف ولا التوتال توتال ايش ايش كم انت ماك دخل علمني طيب انا علمتك يا بزر ترى 150 يعني اسرع منك انا القم يا هطف بلعب الرايق انا تعبت انا اخي النادي حلو بدل اللي ما اشتكي النادي والله في مكيف وفي شغل والله يلا عشان ابغى القلب يلا جيت معنا بعد صار لنا اثنين ايش تبي تتمرن؟ يا اخي معلش ابو ربيع معلمنا انقلب والله ابو ربيع ما يركض وابو عمر مصاب ابو سعد اصاب علينا لا 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 حبيبي لا كيلو مره يدق ظهرك الحين بشفيك ايش هذا كم كيلو 15 35 70 لا جي شوف الظهر والله اصموك يا والحزام هذا وين 80 كيلو يا حبيبي اه يا عادل بس هي عادل اقسم بالله انك ما بوي بالله كيف والله انك رجل يعني لا تصرف لا تصرف نفس عراتك الحرق لا تصرف اقسم بالله انه وحش مو مثل كذا لا بس يا رجال حتى ابو شب اقدر تسوي على ركبك يا سلام اقنع اقنع شوف ساعد طلع ساعدك طلع ساعدك ترى نفس ساعد بس ايه بس ساعد مدهن لا لا مو مدهن طيب مو مدهن على كيفك عظمك جبر في لحم مو مدهن لا مو كله دهن تبي تعرف تبي تعرف ان كله مو دهن شف شف هذا ايش هذا رطرط ايش هذا رطرط رطريطط لكن اللي يجي زي كذا تلقى كله شحم يلا يلا ودن يلا ودن بايك رطب والله يقرف باي رطب مش معقول قاعد تمرن يعني واحد يقول ابعرق ليش اعرق بالنادي بروح امسح اكيد بتعرق بالنادي شوف الهطوه الثاني بعد اسمع كابتن اهدى دخل ايس كاب تبين نناقشك تدري من جد تشتغل حقت هذا ارفع الليفل يمديني غير ما اقول له شيء بناته ليفل داون شلون تشتغل قلت لك في تقنيه انت والله انك منصدم من هجات بناته اوبن ليفل اوبن ليفل اب ليفل بناته اب ليفل يا زبال عندك هنا بيدك جالس تضغط لا قلها وارفع يدك ثانيه بناته يدك الثانيه يا زباله يلا مشغلينا يلا وين شو نسك دم ربيعة يا شيخ والله انك ساعة يا اخي والله اخراني يا ابو ربيعة لا لا انا مسويها كاملة والله يلا لا احتمال عليك منهم بطريق يقول لك بطريق يقول لك يقول لنا بطريق ايش هذا؟ كذا واضحة هي ينكسر توقع ينكسر ينكسر ولا لا؟ ما ينكسر والله يمديك عادل يمديك سواها تريد روح يا وحش وشو؟ ارفع صدرك اطلع فوق اي سيارته رابكر والله شو شو ترى يحب الفلوس هو والله عدتين والله عدتين مالك حج عدتين عدتين اكبر منك انا والله عدتين والله اعطى ثلاثة اعطى ثلاثة لا لا تطول لا تطول امسك 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 ارفع نفسك يلا ارفع نفسك ايش تسوي شوفها وحش ورشو ورشو شوفين كثير تعبوا لما كيفك هذه تو يلا 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 اي والله مستحيله اي ترى هذا كذا اسهل هذا اسهل لانك الباي يساعد
هي هي اللي بتنشي اني ارتفع صفرك. ايش هذا؟ مرتاح. هيه طز يا شيخ. اليوم اذا ما جاني مسد انا ما افهم. خلاص ما تقدر تحمل. انا كم انت يا زبال؟ بناته كم؟ علمينا كم شحرك؟ كم؟ 197 هذا الاكتف. اتحداك ورني يا اخي. والله بس وش صار على النبض يا ابو 160؟ يحسب النبض مع ذا؟ كم نبضك؟ ولا بعد ممنوع بعد تعلمني؟ والله انه يفجع. كم انت؟ كان 160. احا هموت يا عيال. كم انت؟ 151. يا ساتر. اختر المنطقي 110 120. حنا شايف الهرره اللي هنا ما مصيبه. يلا يا شباب التمرين ايزي كذا. 70 كيلو؟ ها؟ اي عادي تسخين عادي. اسمع ما يتحرك ظهرك. ما يتحرك يدينك بس. ها؟ ها؟ ايزي. معدل 15. يلا روح. 4 5 6 7 8 وقاعد ترتفع انت. اي لان الوزن ثقيل. 11 طيب اسمع 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 العب 13 حسين يا كابتن 14 اوزان كم شلت؟ 70 15 عده. لا 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 مو تحديات مو تحديات. خله 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 حط 130. ما اقدر احركه. كم؟ كم خله؟ كم خله؟ المهايته حط 130 وما اقدر احركها ورجع 70 السبع. انت بعد مسويها؟ كابتن 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 وزن وزن مسكت وزن مسكت للي بتخرب عليك. وزن مسكت كله. صدق صدق افرش ماسك شيء يسار وشيء في النص. ايوه وزنها هذه. ايوه هنا بس. يلا وزنت. روح روح ارفع فوق. لا خله يروح فوق. اسمع وقف شوي. تكفى وقف شوي. وقف وشو؟ 6 دقائق ونص انا 5 دقائق. وقف شوي تكفى. وقف طيب انت وقف. يلا من اليوم جالس العب عليك. خلينا ننزل. تكفى تكفى. والله؟ اي والله. يدي على يدك. يلا يلا يلا. انزل انزل انزل. يلا يلا يدي على يدك. يلا 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 بسم الله. يلا انزل انزل. يلا يلا انزلت. يا اخي انزل يلا. والله مجروح. ثاني ثاني. خلاص تكفى. يلا خلاص يا معرك خلاص. ما اقدر امشي. رجلي صار شاده انا شوي. لا انت انت ترفعه مو يرفعك. ما يرفعك الخبر. اروح فوق. اي كذا عشان العضله تفرش. انت ترفع ما هو يرفعك. يلا يلا روح روح يا كابتن. وحش واحد اثنين ثلاثة. كم ده ده؟ خمسة. ترى قاعد اسوي غلط يا معي. نقص الوزن. بيطير بيطير. نقص الوزن بيطير. يا اخي عشرة شباب. عشرة ترى عشان يمشي نفس وزني بيموت. عمرك عشرة. العب كابتن. 15 15. امسك زين. واحد اثنين ايوه. واحد فوق 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 ثلاثة أربعة. يا حيل هذا الجهاز هناك نفسه نفسه هذاك. روحوا بسم الله. ايوه يلا كابتن يلا كابتن. ارفع مره روح 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 روح. ايوه افرد يدك افردها. كم وصلت ترى ما قعدت؟ سبعة سبعة. طيب واللي قبل؟ تسعة 15. وح 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 حبيبي. يا عدا سحب حط 90 يعني مروح. والله 100 شيء اكثر والله. يلا روح بسم الله. خطا خطا خطا. ليش؟ مو زاوية 90 ظهرك. مو بشرط 90 اما والله صار بربيع. هذا كل ما كذب علينا قال بربيع. شكله هو بربيع كذاب. بربيع يكذبونك. عموما شكر خاص لايرون هاوس انهم موفرون لنا ذا المكان وذا الادوات الاسطوريه. وشكر خاص ايضا لبربيع يستاهل مدربي. يلا كم عدى احسب لك؟ ما ادري. 10 يلا. 1 3 7 ثمانية عشرة. خلاص ولا تبغى تكمل تزود؟ 12. انا ما لقيت الا بعد المحرك ذا. ايوه شوف عود طير بس. الله يستر. بسم الله. يلا 1 2 3. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ خفف خفف. لا خلاص ما عليك. والله والله بس انا عشان 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 يصير قصير عشان يصير ايه؟ تبغى فوز يصير جزئين. سبعة حبيبي. ايش تسوي؟ انا اسويها طب. هي عندكم محتوى ليه؟ فوز كم مقص اصلك؟ 1 اقول نزل بالماما. 9 شو بت 10 بغي ارتفع. 11 هذا هذه بسوي لها تكنيك بالراحة بالراحة بالراحة. ايوه اي يعني شفت تكنيك ممكن يضبط من الحين. خلاص ترى 15 ما عشر. لا بس ما يمدي خلاص وقفت. 12 ايش هذا ايش هذا؟ 15 شو الفورم الحيوان فوق ترتفع فوق والله. لو في لحظه ترتفع والله تتعلق فوق. 15 شوف شوف عشان زي النادي حركاتهم. ودورك؟ خلصت انا قبله. انشست مره انت
كم اخر شيء انا زي ذلك خلاص خلاص امسك امسك من ذا مثل ما تشوف يا 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 ما اقدر ما اقدر خلاص طيب كم تبغى 40 40 40 طيب احا خلاص طيب ها يلا روح بسم الله شوف ايوه ليش جاني قصار انا واحد اثنين ثلاثة صح علي صح؟ حبل طويل انا داري حبل طويل بس انا يعني يجي يجي علي انا كذا صح؟ اي انت بس كذا انت بتركع وحش كابتن وح وحش كابتن روح خذ ذا وش ذا؟ هذا نربط على رقبتك الضيقه لين تطلع طيب لا لحظة هذا شوف دمنا فكيناه بنحطه تحت عشان نشد الوسخ ايه لا هذا خذها واربطه على ابو عمر يطلع خصمه ابو عمر تعال ابو عمر عمر ان شاء الله صح عليك كذا واحد امشي التكنيك فواز ليه سلام وحش وحش ولا شيء ولا شيء ولا شيء يلا نخيرك ولا شيء خلاص خلاص اصبر 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 لازم قبل هذه يلا 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 وحش ها شوف الباك اب يطلع يا سلام عليك بخصوص الباك اللي قدام هنا ماني بقدر افرد يدي والله ثقيل جرب تعال جرب انا جرب انا يلا بجرب بجرب بسم الله انفردت يدك انفردت يدك افرد ما انفردت فرد المصلح عليكم ايه دور لك نادي ثاني وجيك خلاص روح روح حقنا ذا روح خلي فوز يمرنك حلوه 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 ذي حلوه يلا بس لا لا اصبر اصبر طيب يلا يلا وين نشطان روح روح يلا ايزي ها ايه كذا ايه تصلب خلنا خلنا بنشوف شو يسوي يلا هذا عشان عضله الباي مات ما الشيخ ايش جاك حط وزن يا حبيبي هذا تقول انت يلا يلا وين تمر حقك ايش تمرينك اي الحين قمت تقول لا حط حق تمرينك قلت تمرين اقوى يلا جبت التمرينين تعال الحين بنخش على اكتاف خيي حلو شفت هذا انا من صنعته حرفيا كان احسب لها بالسماعه والله احسب لها بالسماعه اسمع احنا اشيل 15 طيب شوف كذا كذا ترفع اكواعك كذا ها اهم شيء هذا مدربني ها اطلع النادي انا بكرهك ثاني ثم اكواعك ها واحد اثنين ثلاثه يا خصف معهم يسبقونا كم دي عطني عطني واحد حسين 10 ايش قاعد تسوي عادل اكواعك على جنب ثم ترفع كوعك كذا كانك دجاجه ها مقبق كذا لا ها حطه هنا ها اصفط كوعك ها ارفعه كذا كذا طيب اصبر يلا اصبر فهمت؟ كذا قل كذا بيدك لعبت 15 لا تمرينك خايس وطفش فوق القذارة هذه ما ابغاها انا تخيل مدرب اودن ايش هذا؟ جنون اللي يلعبونه بحرق وحي وحي ايش قد عندك تلعب فيني يا شيخ؟ روح روح لحقني كابتن اذا بتطيح على وجهك علمني عشان انقذك اصبر تعال شل العالم شل العالم لاني انطلع فلر انطلع فلر اصبر انطلها لا لا مو ثبت على نفسك استحقاق انطلها يمين ساعد 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 لا خلاص لا تقرب لا تقرب لا تقرب اصبر يا اخي انتبه شوف سنابات الثور وتتقلده والله ايه وش قاعد تسوي؟ كذا هو صح انت مروح منسدح لازم كنت ثابت طيب لازم كنت ثابت هنا عكس 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 اه شلون عكس؟ كذا كم حالك كم حالك كم كم انا كم حالك ما ادري والله شوف 400 425 لا والله عدل شلون انت 416 كم اطلع عند يدك شلون طيب يا حياك كم انت كم انت انا 420 يا شو البصر شو البصر شو البصر وين عشان تعديتك يا هطف راح شو البصر راح عند ربيع عشان تعديت بسعر خسارات حبيبي شوف هطف كم انت كم علمني شلون اعديك قال لي لا تثبت لا تقلدني يا اخي اي شيء بتسوي بسويها اسمع اقسم بالله يا ابو سعد والله العظيم ظهرك فارس وبطنك مو واضحه احسكم معظم والحين من قدام التفت بالله يا اخوان مو بكلم ابو ربيعه كلم ابو ربيعه شو التفت طب من قدام وش انا؟ عاتب والله بتنبعج اي طقت عظمته انبعج 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 على المستشفى قال لي لا خلاص مات 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 احسن احسن تجي سوي عاليه دفع عاليه تحرق اكثر والله يا اخي ذا صامل حرك قاعد يشيل معي انت اصلا راح شيخ انت شفيت ورا معي يا زبال ذا تراير هو جاي ابو احسن منه مستني يروح احسن منه وحالك اكثر منه ها هي تحرك طيب قبل شوي يقول كذا في التمرين يحرق اكثر مني شوف شوي ما ادري ايش يقول ما ادري ترى بيه
كلك نفس الذبة كلك من تجودي كم من جو بعد بيتمرنون نبغى نتعلم السلام عليكم هذا حبيبي حياك والله يا مرحبا حياك الله عليك من المدرسه التعليميه يا رب تكون مبطوط لا بد تبشر عندنا تصيب كثير في النادي ترى جيد دربوع عشان الفلوس والله مو عشانك عشان سامر لا 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 ترى والله كلام غير صحيح ها كلام غير صحيح اللي جالس يقوله بس خلنا نحرق بسرعه صعبه شوي ليش اشغال دنيا وكذا ب 123 والحمام أحا في مني كثير يا إخوان مبدئيا قاعد أعاني من بعض الإصابات هنا يا إخوان تعال بتدرب اسحب عليه يا شيخ يا أخي رجع لي وسجله هنا يا إخوان في شد وكتوفي يعني تعورني ما أدري هذا يسمى الفشل العضلي ولا أنا عندي إصابة طبعا اللي ما يدري أنا عندي إصابة في الكتف ولكن إن شاء الله تتصحى أهم شيء ما يفوز علي كابتن اطلع روح وين سرك؟ هذا سرك كبير روح ادخل خش يا وحش خش خش يا كابتن خش يا وحش شلون تحرق سعرات؟ اروح احرق وجهي قد اسمه صوت عضلاتك يا شيخ مو منطقي قسم بالله تحط الوزن 1000 شاله ما شاء الله شلون؟ قلت ما شاء الله يا كابتن ما شاء الله لقد مات وين فواز زي يكون ضاع تمام 100 رساله طلعت خلاص والله كثرت عليها هذه 12 والله واحد ايه فوز من مرجع انت من نفسك أربعة ستة سبعة طب عدلي سبعة. طيب عدلي ثمانية تعال مرن رجولك الوسخة تعال تسعة ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في اربعة اربعة اصبر بطيع علي بطيع علي تارك 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 واخرج بنزل 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 واخرج يدك خلاص نزل يدك بس اروح اخمك لا ريح شوي ريح شوي ريح يدك اي نزل نزل معي نزل معي نزل معي نزل معي نزل معي اصبر اصبر ما انغز يا حمار اخ يا حمار يلا هذا التمرين اللي بعد التمرين اللي بعد يلا ايش اكلت شرب ايش لا هذا مشروب طاقة قسم بالله لازم مستخدم اشياء طيب اسمع العصير انا اكثر شيء غلط العصير وردي نفس اللي اخذها هو ها ايوه لا لا بس بيتش بيتش بيتش, بيتش. هو اخذ هذا هو اخذ هذا بالضبط اي كويس تخيل بعد ابو ربيع وقروشه وابو عمر فوز والله باذن الله ابو عمر طيب ما في منه فواز فواز ترى باقي 10 بيننا طيب انت لا تخليه بجو تماريننا طيب يلا يا حبيبي اخلص يلا مش يعطيك العافيه هذا كان ياكل على طول اصبر تم انك رايح انساح البر لا محتاج تراب خايف حداك افرش خلي الضبعه تلعب لعب ايش؟ يا اخي انتم امعات ليش؟ تشوفون هذا تشوفون هذا ابو ربيع تو قال قال امع انت وياه اللي يشتري كذا امعه كيف لذيذ؟ خارق انت وربيع والله يا عيال بالله لذيذ خارق صدقون؟ هذا 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 حلو والله شوف خذ خذ لا بس خسي ليه؟ حبيبي انا عندي جدول غذائي يلا قفيت انا عادل اقسم بالله ان الذ مسبوق ممكن يسوى حياتي عطى صدق عطر وحش 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 لا مين بالسرعه هي هذا انت الحين ولا صاحب التزلاء خمسه والله تعرقات ذي ارنب انت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد اثنين ارفع زين ثلاثة روح خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يلا واحد اثنين خلاص يا كابتن يا شيخ ايه اذا رفعت عشر عدات ايه لكي تبي لل بس ترى شارب اتحداك في البطولة شارب دقيقة بس طب اخر بتدرب انا العب التحدي اشتري يا كابتن اشتري يا كابتن دقيقة دقيقة عشان ازق عليك لا 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 لو تسخ التيشيرت ما رفعته طيب خلصت يلا اوكي شوف 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 10 3 4 5 نزل 7 8 لعبوني ولا بخرب 9 كل زق انت وياه وين ومسوي التكنيك ومسوي التكنيك احسن منك انت وياه الوزن انزله وارفعه مو ينزلني يا رخامه والله ينزلني اهدى كابتن ايه اهدى اهدى 9 8 ثمانية ثمانية يا زبال تسعة عشرة عشرة بعد كل شيء 15 باقي اثنين صح؟ لا 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 عندك ذمة يعني سبعة روقي 15 صحيح كم حالك ودن؟ 700 كذاب والله وانك كذاب 170 170 ما شاء الله ثقيل يا رحمة
تعب 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 تعب. يلا يوسف يا ولد ايش مو ذا؟ يلا يوسف يوسف يلا جو جو جو. ايش مو امه ثقيل؟ يلا يوسف حبيبي ثقيل مره هذا؟ مره ثقيل. يلا ارفع 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 اكثر ارفع يا اخي لا تموت خلاص وقف. لا يا ديدي ربي مره ثقيل. ليش؟ ليش؟ روح سبعه الان تمرين رجول تمرين يدين. وشو سيقان؟ اخيرا ابو سعد اخيرا نقا سيقان بس طيب شلون الحين؟ اي اوكي يلا حبيبي حط لي 300 روح يا شيخ روح يا شيخ لازم نعالج سيقانك يا شيخ احسب خمسة ستة لا 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 شيك شفت؟ اه برا المنهج كان بطل ما صح معك بكاتش ويساعد نحط 200 حط 200 لا حط 200 لا تسحب 200 170 يلا اوه سبعة لا خلاص يدرب ابو ربيعة انا اعرف انا اعرف التمرين جهزك مش قلل شوي مبسوط يا حبيبي اربعة لا ضيق لك واحد زي ما قال ضيق ضيق يلا تبي اللي بعده شباب تعالوا معي تبي اللي بعده عندي يلا اخو تعال ابو ليل تعال شوف تعال شوف القبح هي الرجال ما قدر ينصح كل شيء سيء يا ستة ايش؟ العب صحي سلاح ابو 15 ايش يقول انك كذاب والله اني كنت كذاب العب نقصت الوزن الخما خسي ورب نصح ما نخسر ضيق لك واحد شو ضيق لك واحد كذا كذا ها العب ايه حركت حركت الان 780 780 ايه 815 يا فاشل 817 يا فاشل يا اخي والله سعراتك دايم عاليه انا ليش ضعيفه ايه ثلاث اربع خمسة انزل انزل يقول انزل زيادة يا صح علي يعني انزل 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 ما في وسان انت ما في وسان ما في وسان وكذا والله ما العب هذا طولك الوسخ راح اوقف لا يا ابوي راح اوقف ماني موقف لا راح اوقف خمسة هي نفسها لازم تنزل ستة يا زبال ثمانية تسعة فيهم شيء في واحد يصاب هناك بدي مستشفى 100% أربعة 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 إيه خمسة ثمانية ثمانية تكفى عشرة تسعة آخر واحدة آخر واحدة آخر واحدة عشرة يا أخي اسمعني الحين ما متقدم أنت ولا أبو عمر طيب اسمعني أبى أستخدم كل كروت إني أفوزك عندك كل ناجح هالخطة إيش؟ راح أعطيك كرت الناجح تستخدمه في المقابل إذا فزت النص بالنص يا شيخ إذا ما قاعد يهبد علينا ما إذا ما قاعد يهبد علينا ما والله جالس أتفلسف عليه تم صدق والله تم بس اسمع لا تخذلني في التمارين الجايه حديد انت تبدع مو بنجينا نلعب اشياء ثانيه العصر ولا المغرب تقعدت يا شيخ اذا ما قاعد يهبد علينا ما اعرف اصلا ما تدري مين المدرب فيهم كلهم حيوانات لا لا تتخاذل لا 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 والنص بالنص النص والله ايه دين اعطيك النص بالنص دين تم الديل امام الكاميرا ها قدو النادي من اليوم طالع يلا شوف ركز على التكنيك هنا لا محتاج احتك حط ايدك فرق يلا لا عشان ضيق تعطي مساحه ما شاء الله مش ترفع الباص خلاص طيب دورك عشان يديك ترفع يلا واحدة 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 ها ركز على العضلة يا وحش واحد والديل حقنا روح روح نفوز عليك لا اطلع ثلاث أربعة بالله شوف فواز ويتمرن على أم القبح فوز عليه سبع ثمان تسع اللي في النادي حفزوني رجعها اوه رجعها مو بعيدة باي صار تعبان واحد ثلاثة اصبر اصبر بجيب اصبر خلق خمس اصبر اصبر يلا طيش بالحين على وجهي خمسة يلا وحش داعش داعش حطيك بس كم في 15 بس كم خلاص يا بوش ايش النبات الخرا هذه ايش النبات الخرا 119 نقصت اكثر كم حارب من الاخير ايه مش مشروب الخوخ بنزله قبل ما اطلع والله العظيم انا جامد اقسم بالله جامد اسال اسال يا حمار اسال مو طاقه يا حمار بس في كافيين طيب والكافيين وش الطاقه يا كافيين حبل للي يقول صح ما انت في النادي الكافيين هو اللي يعطيك طاقه مشروبات حبل بودن سوى نفس مجهود مشروبات الطاقه ما نبغى ليش خطيره عشان فيها وشو كافيين عالي اصبر
عالي عالي كافيين عالي. القهوة فيها كافيين يا أخي. هاي عاد بشرب مشروبين طاقة ورا بعض. المشكلة لا تبني زي الناس، لا يصح زي الناس. طب اثني شقر، سمع سياحك. موت موت. زي الزفت، كل جروبكم. اختار الطريق غلط يا ابو. اسمع اسمع عمر، ما ينفع مر من هناك، ما ينفع مر من هناك. ليش؟ مر تلقى إهانة ونمشي ما أبغى، خلينا نغير طريق. إي نمشي من ورا، نمشي من ورا، نمشي. هم أعطوك كل ما هذا سلاك يمشي يرمي إهانة. ما في؟ خلص خلص. نسأل الحمد لله. هلا بنسى بنسى ابو ربيع. اي واحد يطلق يعني روح. زيد ما خذيت ها؟ خدمة. ابغى حبل. شو؟ في حبل؟ حبل ايش؟ في حبل ما حط فيه دز ما عندي. بغي بغي يودع. صحيح تتمرن درج. ليه؟ والله صعب. تخيل يا حبيبي انه هذا درج القصر. احا القصر فيه لفت. طيب شوف. تقدر تدرى تقدر ترفع باستخدام زي سيري ترى شلون تقول بناته ارفعي ليفل بناته اطفي شوف شوف بناته قل اسمع زين بناته نقص ليفل بناته اوف بناته اوف بناته ارفع ليفل بناته اي بناته بناته اوف بناته شغل المكيف لا مجنون انت يا ابن الكل فري يا يعني والله بموت اقسم بالله بموت بربعي يمكن من نص ساعه يا علي دقيقتين بموت بموت هذا قلت قل بناته شغلي ذا تشتغل بناته شغلي هذا بناته اشتغلي ايه بناته ايه شوف صلي بناته ارفع ليفل بناته طب ناظر طيب بناته نقص ليفل ما يمسك قلها ثانيه قلها بناته نقص ليفل ارفع ليفل بناته نقص ليفل يا ابن الحليل سكت عليك ما تشتغل سكت عليك قبل علي إيه؟ سكت عليكم زين يا بدال يا عيال ساق عليك الاطف شلون الفرعين يا عمي ذول طاقون فرق بينه وبينهم كيف لا ترقص بناته امغزي لا تكفى ما يشتغل هارت ريت يقول لك خلاص كيف هارت ريت تموت ما له مقتصر بناتي اشتغلي ما ينفع خلاص اهم شيء بناتي تقول قم ارحم امك خلاص وقفنا حبيبي وقف يا حبيبي انت وقف والله ما وقف انت وقف والله ما وقف سلم نوقف سوا قول والله والله واللي ما يوقف ما اكل يلا عد واحد اثنين ثلاث ماما يا اخي خلاص 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 واحده بس ايوه طيب الشباب الحين خلصوا من النادي تمرنتوا حديد كل واحد حرك سعرات للي ساعته خربانه فراح ندبل له تقريبا دبل ونص دبل 75% عشان يصير يساوي بالضبط المجهود اللي خذاه. حرفيا اسمعوا وصلنا الحين الجاكوزي عندنا جاكوزي حار وجاكوزي بارد العيال لازم يريحون جاكوزي الحار على راحتكم جاكوزي البارد في تحدي بعلن عنه اللي هو اطول واحد يتكي بالجاكوزي البارد راح يختار واحد من الموجودين هنا يروح للفريق الرخيص. لا تكفى ولا ادري يا ابو عمر يفوز يا ابو عمر يفوز انا ابيض انا موقف جسم ابو عمر والله ايه في النادي اقسم بالله تكفى الجاكوز بالراحه المهم خلونا نبدا التحدي حسن علاقاته انت وياه ايه ايه وعد حاجه ابو عمر غالبا راح يفوز هو فقير ترى بيسحب عليك معه طيب مين الداول اللي بدور بعمر لا انا اخوه لا 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 تصويت اذا ابو عمر يبدا اول ارفع يدك يا اخي انت بتقول ما عندك لا ما تجي انا اصلا ما اسمع طيب لحظه الاغلبيه يلا يلا اول ما تطب بحسب طيب يلا بسم الله بسم الله شو 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 صار يا مصطفى يا مرجله ما شاء الله يا ابو عمر ما شاء الله انزل انزل عندك انزل نص نص عندك الوقت مثل ما حسيت انك دندن لا انزل روح وبادر وارجع الدنيا مطول مطول وين سامع عشان ثواني انزل جسمك ايش في؟ لازم 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 كلهم عشان ثواني ايش؟ بعد مو دقيقة نزل صدرك يلا يلا لا لا بيضرب 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 يا حبيبي رجلي ما احس فيها خلاص ايه والله ايه مصلحتي خلاص دقيقتين حتى والله ايه والله انا مستعطر انا نفسي عندي كرت
مطولي بحالك، اخر مره قعدت ربع ساعه. ما انا مش عقلك والله، ابو خالد خمس دقائق حقق ايش كان فيه؟ عندك شيء؟ ما تدري اشكالك يا معف. ابو عمر ما اخذ يدينك. احا اي بس يدينك بس يدينك الساعه شرطه عادي عادي لا لا مسموح. لا 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 خلاص هي 4 ونص خمس دقائق يطلع صح؟ خمس دقائق خلاص يلا انزل ورجع تاخر. كيف انت بتطلع؟ شوف شوف طلع حقي اجي اطلع منين؟ صح شوف الناس جسمه في مويه. تنبط انت تبطل لك. ما خلاص اطلع خلاص خلاص والله باقي خمس ثواني. اربعه ثلاثه اثنين واحد اطلع اطلع لازم اطلع. فكر 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 اخذ غطسه تعطيني نقطه زياده. لا 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 خلاص اطلع يا عرفني كذا خذ غطسه خلاص. ما اقدر ما اقدر ما في جوعك ولا تقوع حلق مزيه هو اسمك مزيه لا يا غبي لا سلك سلك يا فواز اقسم بالله ما امزح فواز طب شو زي بالي يا فواز والله العظيم هل سوي سوي كذا ثلاث دقائق ونص والله انجاز ايش يقول والله انجاز خلاص انت اذا عدتها دقيقه الموضوع عيسى انزل بس انزل انزل خلاص ما عندكم ما ودك خلاص فك وصل اوه شوف شوف فك يوصل وصل يعني والله والله طلع ما طلع طلع يديني يلا ارتفعت ما حد سوي طق عشان ثواني هاي هو خلاص كيف فاز خمس دقائق خمس دقائق تبغى تصحى الساعة وش صار عليها؟ عادي فاهم واحد اثنين حبيبي المركز الاول راح يجي شلون كمل المركز بستخدم كرتي وبذبك مع الفقراء ما يحس بشيء ذا انت يعني صامم ها صامم تبي نطلب لا بس اشوف ما في اي احساس نفس فواز نفس بعمر لا عادي تعود انسى بسم الله يعني وش اصعب شيء من اللي خفت جاكوزي هي اول شيء اليدين انا والله جزء ترى صدق اليدين اصعب شيء ترى اسهل تدخل تدخل كذا بدون يدين اي هذا اللي اعرفه انا اليدين والله ضحكتني الحين خلصنا لايك سبسكرايب كيف نفس لا تزلق يا طيب الحظ لا لا والله ما ابغى والله ما ابغى يلا والله ما ابغى استنى استنى والله سهله والله هيك عقلك قول لي بدمك لا تفكر روح روح بالله تخسر من ابو عمر ولا تخسر من اودن روح روح يا وحش روح يا عادل تدعو روح يا ابو عمر وديك ما وقف جاب 30 ثانية يموت
في مساحه خلاص خلاص اذا كذا في البدايه بيقدر على بالي عادل لا تفكر لا تفكر انسى الموضوع انزل انزل نص دقيقة خلاص نص مندي نص مندي نص مندي نص مندي والله لا لا بسيط عامر تكفى اصبر الحين شوي اسمعني والله ما اقدر اقسم بالله ما اقدر واحد اثنين بس دقيقة طيب طيب سجل 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 وصلت ايش وصلت نفسيا ايش يصير الاخير اووو نفس النجاح لان ام السلو موشن شيء سبع الفيديو عشان يمديك ينزل اسرع لا انت ما يمديك تنزل المربع انت الفاضي ما يمديك ايه هذا؟ اقسم بالله انا ما اقدر هذا طرش من جاكوزي عادي؟ يا ردي اقسم بالله ما اشوف احد والله ما ادري ويني حتى الجبل يا رب اذا انت مو مشترك اكتبوا اشترك اشترك بمك باقي لي ثلاث دقائق ليه يا كل؟ لا 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 هي ثلاث دقائق شرط ما اخلص الا الا لا 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 عامر عامر كيف شيء مخلصه يا عيال هي حسيت يطلع والله ما عاد اقدر اكمل وش هذا؟ نص مندي اي نص مندي نص ده وقت جاك باربيكيو مع نص مساله حاسي باشا 10 ثواني جهز نفسك يلا 5 4 3 2 1 انزل 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 ايش هذا؟ استاذن 4 ونص 4 ونص يا وقف ايه والله حلو الحين حواز والله يقولك لا ينصح باستخدام مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم عندك ضغط؟ عندي ضغط ضغط دم بما ان عندك ضغط انت مستثنى من هذه بس عادل يروح فريق الرقيب ياس ياس يا عمري والله اقسم بالله العلي العظيم ظلم هذا يمكن اغرب مكان صوتي مقطع تاريخ فالكونز لكن اتمنى تعذرونا صدق انا والله ما كنت ادري ان عندك ضغط لا لا مصيبه بالنسبه لنا صحه للي اهم من انه بس الخاطر والتحدي يطلع بالمقطع فصدق والله انت مستثنى يا حبيبي والله ولا المفروض انك رايح فريق رخيص انا عارف والله بس احنا مع الحكام احنا خلاص والله التحدي الاخير عن العبادي لمده 45 دقيقه ويلا على الملعب لحظه دقيقه ها دقيقه ما صحك ما نزل ما ادري يا اخي ابو عمر الحاله اوه عادل وعادل شو بقول للدبه ما يا اخي كلام يدري كلام يدري نفس الملعب ايه ابو عمر بالله حط الخط عشان يصير تمام ما عز لا ايش في لون يعني ليه ليه هات كور هات كور هات كور طبعا ايه ايه عادل بعطيه وضعية انا هناوي انا اقسم بالله بيه بتشوفون اللعب ابو عمر مصاب وعادل لعبه زق اسمع تلعب يسار ايوه هناك عشان تعرف تردها كذا كبس هي دفيت عند ابو عمر طبعا انا اخترت عادل فريقي ليش؟ لانه ما بيتحرك انا بتحرك كثير يا عادل يا عادل انا والله لعبي كويس يعني مقارنه بالجسم بس انا اليوم من بايرون هاوس صار عندي الم هنا يا عادل الم خوذ داخل هنا الم بالكلب فصار ما اقدر اركض ما اقدر يلا 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 هيا مساعد جنود بس 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 اوكي 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 واعتبر 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 امسك لازم مقزاز لازم مقزاز واحد صفر لازم ار ان صحيح سلام عندك حقي 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 يلا 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 تبغى 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 يا رجال يا رجال العب 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 كنت ساكت عندي عندي ارسال هات
ايش 2-1 ارسلين؟ قطع رسالة يا غبي، ما تعرف قوانين اللعبة؟ لا مصرص الملعب ما تعرف القوانين؟ كيف قاعد يقول ذا؟ بالله ايه؟ اسمعوا صوت هذا ايش قاعد يقول؟ وصل ما يفلك ذا الحناوي. ايه ايه اهدى اصبر اصبر ما بعد شيء ترى. عندك؟ يا كلوب! يا هندر! 2-1 ها؟ ارجع ارجع ارجع. يا هندر! عادي عادي عادي. ايه الشك ارض! مو رسالة عادي. بعد 2-2 ها؟ انت امي يا انت يا هندر يا هندر حقك جايلك خسي ترده خسي خسي راح يمين وش لا اثنين هناك هناك واحد رد الرسالة واحد انت يا السمك شو الطرق اجيب على ظهرك يا الهطف 4-3 ما مزنا اقسم بالله مستوى انت اللي بديت مستوى قذر والله مصاب اقسم بالله بالله ايه طلعوه طلعوه حقي فوز فوز ايش في؟ سطح هذا سطح واحد مستوى واني مو في الفورمه توخر يا شيخ حقي فوز 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 ايش في؟ ابى احرق يغرق ابى احرق 4-1 يا رب عمر مصاب يا رب مصاب يلا يا اخي تشوفك سهل يلا ايه اثنين في ملعب اثنين في ملعب يلا تلعب سهل انت فوزت على عندي فوزت على عندي العب هنا تعال 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 ثانية تعال مجنون يا اودن حقي حقي تروح حلو حلو اثنين اثنين ايه بغير بغير ذي بغير عادل يروح هناك عادل راح هناك اللي راح هناك فواز راح هناك كلكم بودوده ايه يا ابوي ايه تعال ايه بنشكشك عمر اقسم بالله تتعب تنشكشك ده الغريب ده ما بخليه عادل يلعب سلام بس يلا سلام 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 ايوه ايش خلاه ياخذ بليش افا يا عادل افا يا عادل وخر يا خالد وخر من قال لي وخر قلت لك انا وخر من قال ما اسمع لا صور يا علي فوزي 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 غلط غلط اصلا غلط اول شيء وانت هذا يلا نشوف عم ساعات حالك ضد الشباب ما يشنق يلا كابتن سعد شب 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 هات 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 شب الملعب هذا يشهد أقدر لاعبين بادل في التاريخ العب يا ايش كذا والله ما ادري والله صعبة بعد المصغرة ودي فوزك بالنهاية إيه تكفى ثلاث أهداف البيج بوس اللي بتقابلونه بالنهائي فواز ضد للي أوه كل عم الدين مباراة قرد على كيف كيف للي ترى ضدك فواز يعني يضحك لعيب فواز أحا أحا 1-0 فواز ترى 1-0 1-0 1-0 فواز طقت وشها 1-0 فواز خلني والله 2-0 سعد تكفى رايق 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 فواز 2-0 لا عند للي ركز زق يلا 2-2 لا لا 2-1 2-1 لا لا خلاص عند فواز تمام 2-2 تمام عند للي يعاد يعاد ثاني واحدة الأولى عالية يا عيال ايش فيكم يا عيال صحيح ريمونتادا للي ريمونتادا؟ هي طبعا ريمونتادا لا 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 3-2 الديربي الثاني برا ديربي الغضب ايوه الديربي الثاني ديربي الغضب ايه ابو اودن ضد عادل اووو تعال شوف دق 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 شوف يا جنون يا عادل 1-0 1-0 يلا
ما أهمل البادل أبدا. أوف أوف أوف. واحد صفر. لكن اسمه سالي عارف. ايوه عدول بس خلاص يا لعبة التات يا عيال بس يا حمار برا لا لا يا حمار 6000 الايجار 6000 يا حمار 6000 يلا شكلك ايش سويت ايه ملاك يلا عاد معتر والله روح عمك انت بحب راسه طيب؟ ايه الله يا حمار لا تبين ننقصه لا تبين لا تبين امسك ما عليك ما درى ما درى عليك يا واحد شوف بيموت ولا لا خسر قزاز برا 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 كذاب برا 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 انا وليلي صح انا والفضلي غير بالغضب الاكبر لا اللوزر بريكر عاد بلعب ابي دير بالغضب الاكبر ابو اودن ضد يا غلط ابو اودن يا غلط يصير بيج بايت يا اخي اقسم بالله كنت العب العب في شيء شق ذا حق الانمي المضرب على شعر الداس تمام تمام 1-0 ايش هذا؟ ايش هذا؟ يلعن امكم المستوى الزق 2-0 العب 3-0 والله ايه والله ما انتهت يا عيال يا عيال ايه والله ما انتهت يا عيال الفاينل كبير ابو ادم ايه شوي تحتان روح رياضية ايه يا اخو ايش سوي؟ وش سوي؟ قال صار ودك تلعب يا اخي ملعب كبير 1-0 عاد وهذا الزفر راح الان تركي تساعدني ترى تساعدني تساعدني والله ما يجمع والله تساعدني والله والله ما تركض ايه ايش في ايش في الركضه ايش في والله ما تعرف ابي افوز بسم الله ايش هذا بيحرق زياده كذا لا تصبر ترى اقول خصم سهل يا رب للي رب العيال لا مسكين يا عيال باقي 5 دقائق وقفل الحسبه 5 دقائق وقفل الحسبه لبسه 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 هذا جاي شيك يا اخي تب جنو مره ما مدتي صح جنو تدرون كم الفرق بين سعرات ابو عمر يمكن وسعرات فواز فواز كم الفرق 5 سعرات فواز يا حمار 5 سعرات شلون اركض 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 لا تهرول اركض ولا اركض هب 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 ما احب المرتفعات 5 سعرات يلا يلا عاد عاد اللي يروح مباراه يلا يلا ما بسرعه شو السريع حط بيجي عمال قلنا بسرعه انزل يا حبيبي تموت وتاخذ دبل سعراتك يعني تاخذ لا تاخذ خلاص خلاص يعني بتعب النكسز الوسخ حقك بس بس والله مستحيل حاشينا يا اخي اركض من مكانك مستحيل كميه المحاضره والفالكوز مستحيل مو زي مره واحده بحياتك يا علي يعطيك من فوق يا يا اخي مو مره ما شفت علينا هنا حق مقاومه صح المهم وصلنا للنهاية حاليا بنستعرض سعرات الشباب محمد أدن 3200 3222 طبعا للي كان ماخذ ساعة المكسيكي وحاطين على وزن المكسيكي قبلناها مرتين وطلع 322 3222 3222 عادة سعراته 3367 3367 بعمر 3877 جنون كم؟ 3877 شو؟ دقيقة؟ أحسك فزت يا حمار فزت كم أنت؟
3842. طب انا فزت، انت كيف تعد؟ ايه دبا داني ليش انت شلون فزت؟ مشغلها امانه. شوف شوف امانه مشغلها. انا اشوف في تلاعب ترى. مشغلها هذا استخدم الكافيين 3 مرات وانت قاعد بدون اشياء خارجيه. الا ذكرك انا. مبروك 3822 ريال 77. فقط 55. شوف شوف فزت انت. يا اخي نظفت قلبي 51 وجالس اركض والحين شلون فزت انت؟ والله القسمه نص. ايش؟ بتقسمها نص الجائزة. شوف جازت له جازت له جازت له جازت له منطقية. والله حبيبي اول مرة اشوف مقطع زي كذا العيال شادينه بزيادة خاصة بالنادي كلكم حديد عادل نجم النادي وكارديو بشكل مجنون. وين بفلوس صراحة ما قصرتوا. المركز الثالث وش لك؟ و يعني انا بالمقطع هذا انت طلعت من المقطع فريق رخيص المقطع الجاي دبلها اثنين في تحدي سعرات. ما عندي مشكلة ممكن يكون كل سعره بريالين. ما عندي مشكلة اسمع راس براس. المهم اذا استمتعتم بالمقطع لا تنسون تشتركون بالقناة تضغطون على زر اللايك ونشوفكم على خير ان شاء الله بمقاطع جاية. واذا مو مشترك ولا ما تصحيح اشترك.